الأهلي إلى الدور قبل النهائي بعد التعادل مع الرجاء المغربي بدون أهداف بالمغرب. كابتن شريف، ألف ألف مليون مبروك، تأهل مستحق. ألف مبروك وعقبال الماتش الجاي. وانا طلبت الترجي. ايوه، لا انت طلبت الرجاء. الرجاء سوري. ايوه فعلا، انت قلت لي كده قبل. قلت لك احنا هنلاعب الرجاء وهتلاعب بعد كده الترجي وهتلاعب كل عايز تاخد الكاس بقى. ان شاء الله. اقوى الفرق واعتى الفرق باذن الله. مباراه صعبه جدا على اي فريق هيلعب قدام الرجاء النهارده. اجواء مش صعبه. مش الاهلي بس. صح. الاجواء اللي احنا شفناها دي اجواء هارد لك طبعا بفريق الرجاء. حقيقه يعني الولاد عملوا كل حاجه ان هم يرجعوا للجيم تاني. ولكن حظهم كان غير موفقين تماما في ضربة الجزاء اللي هي مش ضربة جزاء. والكرة العرضية الوحيدة اللي احنا اتكلمنا عليها كلنا الراجل حطها بره دي. فكانت العلامات واضحة بعد الكرة دي وبعد ضربة الجزاء ان الاهلي في سيمي فاينال. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. مباراة في مجملها كده حاول لاعبي النادي الاهلي النهاردة وعلى رأسهم عبد المنعم طبعا اللي انا بسميه النهارده نجم المباراه وكل لعيبه الحقيقه كانوا كويسين جدا يعني وانتوا قلتوا ياسر وشناوي وهاني ومعلول وحمدي فتحي وديانج ومروان عطيه بيرستاو وحسين الشحات ومحمود كهربا. المباريات اللي زي دي عشان الناس تبقى عارفه بس المباريات دي صعبه قوي وانت ما بتاخدش حريتك انك انت تلعب اللعب بتاعك ولا على ارضيه الملعب دي اللي انت متعود عليها مثلا ولا الاجواء ده مش ملعب بتلعب في اوروبا مثلا زي يوم ما احنا رحنا لعبنا مش الملاعب دي احنا ما لعبناش على الملعب ده اعتقد في كاس العالم للانديه ما اعرفش لعبنا على الملعب ده ولا لا الملعب التاني كانت الحقيقه حرير. انت لما يكون عندك امكانيات وعندك فراوده وعندك لعيب عندها حرفيه زي احمد عبد القادر كده بيعدي من واحد واثنين وحسين الشحات الارض لازم تساعدك. انا حاسس الارض دي خشنه شويه كانت على الفرقتين الحقيقه مش فرقه واحده. ولكن زي ما قال عادل عبد الرحمن القلب هو اساس مباراه اليوم. صح. الروح هي اساس مباراه اليوم واحنا قلنا كلنا الثقه والهدوء. الثقه والهدوء كانوا عنوان النهارده امتصاص الحماس الشامل بتاع فرقه الرجاء. فرقه الرجاء حاولت ولكن لعيب النادي الاهلي بخبرتهم بامكانياتهم ابتدوا وانهوا المباراه على امتصاص جميع الهجمات. عشان كده تيجي تكلمني على المباراه تقول لي ايه؟ قلنا لك قبل الماتش دي هتبقى ضربات ثابته وكورنر. صح؟ وقلنا لك برضو قبل الماتش نبعد عن الحاجات دي خالص وعن العرضيات واللي هم التيكوف بتاعهم ويريحوا. ولكن هم فكروا في حاجه واحده بس يا كابتن ايمن. فكروا في ضربه جزاء. فكروا في طرد حد من عندك. فكروا في فاولات على طول. ما فكروش في دخول الجيم بالهدف الاول. ما فكروش يلعبوا. يعني عندهم امكانيات ان هم كانوا يقدروا من على الاطراف ويعملوا عرضيات واكيد كانت هتلطش معاهم واحده. وعشان كده الشواهد والثوابت اللي تقول لك الكره الوحيده اللي عملوها بالعرض يا ايمن اللي هي عدت دي من دي المباغته الوحيده لينا في المباراه اللي هي راحت للراجل هو والجون حتى هو اتخض هو مش مجهز نفسه ليها حتى عشان كده راح حاطط بطن رجله حاططها بره. ولكن كل التوفيق كان للنادي الاهلي النهارده. شفت طبعا التغييرات العبقريه اللي عملها مارسيل كولر اللي هي تغييرات فراوده اللي هو الضغط الامامي اللي احنا كنا بنتكلم عنه اللي هو ناقل الحركه اللي هو السرعات اللي هو كان طالبها اللي هو احمد عبد القادر ومراوغاته يعني شفت الراجل الضغوط على الراجل حاسس بالفرقه بتاعت الرجاء ما عندهاش من يضغط عليها ما حدش بيضغط على الفرقه دي كويس لا كهربا يقدر لوحده ولا محمد شريف يقدر لوحده ولكن طاهر محمد طاهر نادي الفريش احمد عبد القادر بامكانياته وفردياته اللي هو كنا محتاجينها في الوقت ده فدي برضو علامه من العلامات او من الامتيازات اللي حصلت النهارده. التغييرات دي تغييرات موفقه جدا. كل الدنيا كانت تحب ان تشوف النهارده مجدي قفشه ولكن نص الملعب بتاعك بصراحه مروان كالعاده ديانج بمجهوده الوافر حمدي فتحي ان تايم في كل حاجه ورؤيته وازاي بيلعب الكره السهله وبعدين يطلع الكره على جنبه ويروح يكمل المثلث والهارموني اللي هو يقدر يسهل على الراجل اللي معاه الكره. النهارده انت لو عندك عمق هجومي من اول الماتش سريع اعتقد ان الحاله البدنيه الكهرباء ما كانتش يعني ما عندوش اسعاف في الحاله البدنيه اللي هو دايما يلعب مع اخر واحد في فرقه الرجاء كنت هتقدر تبني عليه
تقدر تعمل سيروهات، تقدر تودي حد على الجول، تقدر تعمل من ناحية تانية بريستاو يقطع على الجول. لا بريستاو بقى فاتح على طول، بيعمل حالة دفاعية أكتر من حالة هجومية، ودي برضو من الحاجات اللي ساعدتك النهاردة إن وجود الشحات وبريستاو قفل اللعب بتاعهم من على الخطوط والمحاولة ليهم إن هم يحرزوا الهدف الأولاني. أنت كان ممكن تجيب هدف وتقدر تكون موجود في آخر ربع ساعة. حسيت بالأهلي هم خلاص همدوا وهم سلموا الامر، زي ما انا قلت لك الاحباط بيوصل للنفوس وكده، وانت ابتدت الفريش بتاعك واللعيبه السرعات بتاعتك تبث الجري وتبث الروح في الملعب. فكان ممكن انت، انا بتكلم عشان المباراه الجايه، أيوة. يعني خلينا ناخد المباراه دي ما حدث فيها دروس. لازم يكون دروس مستفاده، درس لينا. احنا كسبنا هدفين في مصر وما كناش كويسين قوي على فكره، ولكن كان عندنا الثقه والهدوء، ولكن استغلينا الفرصتين اللي جونا على احسن استغلال، وكان عندنا فرصه كمان كنا ممكن نبقى ثلاثه واللي كان لينا بنالتي. الماتش اللي جاي بقى ان شاء الله بالشكل بالبتاع ده اكبر دليل عليك او اكبر جايد بنسميه لينا في الماتش الجاي هم الماتشين دول. تجيبهم وتشوف احداثهم وتشوف انت بتتلعب ازاي هناك وتشوف الدنيا بتبقى عامله ازاي والحكام عامله ازاي. حكم ماسكك النهارده ليك بنالتي 200,000%، ما تعادتش حتى. لا 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 مش هتتعاد. لا لا، وانت بتشوف انت بتتحارب منين. انت بتتحارب من الاخراج ومن الحكم ها والتحكيم ده مش وما وبعدين من الفار كمان يا اسامه. يعني انت يعني انا النهارده ما عدتش البتاع. الراجل اللي راح شاف الهوا بتاع ديانج ده ما شافش الراجل اللي بيتشد بايده اليمين ده وبيقع في الارض للاسف. يعني خبطه مع ضربه مع شده ها. ف عشان كده ربنا بيكرمنا يا اسامه، وعشان كده يا عادل ربنا بيكرمنا. وانت قلت يا عادل الكره دي الراجل هيحطها في العرض وهتطلع بره. ليه قلت كده؟ عارف ليه قلت كده؟ انك انت باحساسك عارف انها مش بنالتي. دي مش بنالتي. كلنا بنقول ها اصله لمسه، ما فيش، جبناها من ثلاث زوايات. ده افتراء. يعني ربنا الحمد لله العدل. الحمد لله كابتن، الحمد لله ومبروك، وتيجوا بالسلامه ان شاء الله. وبنشكركم على المجهود الرائع ده، وانتوا تعبتوا وتعبتوا جامد واحنا حاسين بيكم، فالف مبروك.